مساء الخير واهلا وسهلا فيكم جميعا بكل اللي بيحضروا وبتابعوا دائما عمان تي في وبستنوا بهار ونار ليشوفوا احلى الوصفات ويعرفوا اليوم شو بدنا نعمل ليعرفوا شو بدهم يعملوا هم كمان اليوم اكلات بالبيت على الغداء على العشاء على الفطور فدائما ضلكم متابعينا لتشوفوا وصفاتنا المميزه اكيد احنا معكم من هلا للساعه 2 على شاشه عمان تي في وعلى صفحاتنا على الفيسبوك كمان عمان تي في كيتشن عمان تي في اوفيشال اكيد رح يكون معنا وصفات مميزه جدا مثل العاده وزي ما تعودتوا واكيد كمان رح نكون معاكم حتى اذا بدكم تدردشوا معنا تسألوا أسئلة عن الوصفات كل هذا بتقدروا تكتبوا لنا إياه بالتعليقات لنرد عليكم ونتناقش مع بعض على الهواء نحن وياكم. قبل ما نبلش حلقتنا بدي أحكي لهالحدا ألف الحمد لله على السلامة، يعني الحياة بلا هذا الشخص يعني ظلام ظلام. كيف حالك؟ دينا امبارح بعثت لي بدانا واعتذرتي عن الحلقة معناته أنت مستوية. الموضوع كبير. ما هو بس أنا بعثت لي دانا بتقول لي امتياز تعبانة ما رح تيجي قلت لها لا يعني الموضوع كتير كبير يعني إنه امتياز والله تعتذر. والله لا السل هلأ تعبانة بس الحمد لله ما بحب أضل بالمرض يعني ما بحب ما بعرف بصير معي هذا الشهر، هذا الشهر دخلت المستشفيات قد كل عمري. بعرف. يعني كل عمري اللي المرأة كله ما دخلت مستشفيات ما دخلت هذا الشهر. قد هاي الفترة. والله يعني طلع معي بالآخر التهاب معوي إن شاء الله يا رب ما يشوف حد شر ولا مكروه ولا أي شيء وأنا فكر حالي متسممة. ورايح على الدكتور يعني بالآخر لما أجا أخوي وداني على المستشفى بقوله دكتور أنا شكلي متسممة. بعدين لما عملت فحوصات تحليل وسواليف كذا وهيك طلعت عندي التهاب معوي حاد. بس تعبت كثير منه يعني قعدت بالمستشفى مبارح كنت ميتة. بعرف وأنا لسه كنت عم بقول لك هاي الأوجاع بالمعدة يمكن من أكثر الأشياء اللي بتخليك توقفي عن الحياة يعني ما في بتاخذي مثلا حبة مسكن ترتاحي أو إشي تشربي لك إشي سخن ترتاحي لا هي بتضل مستمرة. أول مرة بحياتي أرن مثلا على عيلة أقول لهم تعودوني على المستشفى. فعليا أول مرة بحياتي عادة أنا بجادل على حالي بتعرفي كتير كتير بكون تعبان وهلكان وبحمل حالي وبطلع كذا هاي المرة حقيقي خلص كنت واصل لمرحلة جد مش قادرة. نيت على زوجي قال لي أنا بجرش ما بقدر. نيت على أخوي بنتي اللي عندي حبيبتي يوصل تكوني انهرتي بعيد الشر. شوك تعالي والله العظيم لأنه ألم يعني ما بحياتي صح. بقول لهم ما شعرت بألم ولادتي ولادي زي الألم اللي شعرت فيه مبارح زي هدول اليومين عن جد. يلا يا ستي الحمد لله على سلامتك الله يعني لسه واضح عليك انك شوي تعبانة بس ان شاء الله احسن من قبل. الحمد لله اليوم فارقة 90% عن مبارح. لو شفتيني مبارح مستحيل تصدقين انا واقفة والله اليوم. انا من صوتك حسيت بس اليوم الحمد لله امورنا تمام. على كل حال الحلقة بدي اضحككم شوي انا لانه مبارح ما عملت حلقة كنت شوي تعبانة. اول مبارح كنت محضرة لحلقة مبارح اللي انا بحضر قبل بيوم دائما فهدول اغراض حلقة اول مبارح اللي هم كان المفروض مبارح عملناهم اليوم بالضبط. فاليوم رح نعمل فلافل ولكن انتو طبعا مبارح الواحد وهو بالمستشفى مثلا وحيات الله اني خجلاني من حالي احكي اني مريضة خجلاني من حالي احكي انه انا تعبانة خجلاني من حالي وانا في مستشفى تحت كادر طبي واهلنا بغزة بيصير فيهم اللي بيصير فيهم شيء بوجع القلب الصراحة. المهم حبيت اليوم اعمل وصفات تكون سهلة كل حدا يقدر يعملها. رح نعمل فلافل حلو بس الفلافل رح نعملها لأول مرة بالتاريخ هي فلافل من العدس. رح نستخدم فيها حمص ولا رح نستخدم فول رح نستخدم حلو. فقط العدس الأحمر يعني أوفر وأسرع ونفس الطعم حلو. وبعدين رح نعمل هدول الكرنهات أو الأراطيس ما بعرف شو بتسموهم هدول الفطاير رح ينقلوا معجنات رح ينقلوا بس من الخبز أنا بستخدم فيهم الخبز بطريقة هيك كتكوتي رح أورجيكم إياهم. ورح نعمل عبالي نعمل سندوتشات كباب راب قلت خلينا هيك تغيير حلو. الحلقة اليوم بصوص كتير زاكي رح نعمل فتة مقالي وفلافل يا عيني يعني اليوم هيك للناس اللي بحبوا الأشياء القلي والمقالي والزيت يعني لبقت لهم كتير حلقة اليوم. بس في عندك قبل ما نبلش الوصفات موضوع أنا حبيته أنا بالصراحة الفترة الأخيرة الناس عم بتشاركني بمواضيعها فحلو الواحد إنه كون الناس عم بتشاركني بمواضيعها وأنا بقرأ وبنزل على السوشيال ميديا بيعرفوا إنه دائما سؤال أسئلة وبحب يحكوا لي أجوبتها حلو صح. ففي صبية بعثت لي إن شاء الله تكونها بتحضر الحلقة لأنه أنا كنت وعديتها بحلقة مبارح نحكي الموضوع بس ما صار نصيب. بتقولي أنا في ناس كل ما أقعد معهم بدلهم يستهزئوا ويتمسخروا علي وكل شيء بحكيه بيضحكوا عليه كل شيء. فبرأيك لو كنتي مكاني شو بتتصرفي؟ شوفي أنا عندي يعني قناعة مستحيل أغيرها بالحياة يعني الحمد لله الله منعم علي بصحاب أنا كثير بحبهم وبرتاح معاهم والأمور كلها تمام. بس أنا دائما بقول إذا في أشخاص زعجيني أنا مش مضطرة أقعد معاهم صح. تحديدا الأصحاب لسه عيلتك أنت بتضطري تتحمليهم صح. إخوانك شو ما عملوا بدك تضطري تتحملي عيلتك صح. بس لما يكونوا أصحاب هم ملجأك أو مهربك من مسؤوليات الحياة من ضغوطات الحياة فأنا يا بقعد وبتسلى وبرتاح مع هدول الناس يا أنه بلا منهم صراحة صح. أنا معي فأنا مع الانسحاب. أنا حكيت لها هذا الجواب بس قلت لها إحنا بنسأل الناس لو أنت كنت تقعد مع ناس بتهزقوا على كل شيء أنت بتحكي بتقولي دائما بتقولي حتى أنا بكون بحكي مواضيع جدية ما بتضحك بلاقيهم بتمسخروا علي وبيستهزئوا فيه
فيي. انا هذول مو ناس اجتمع معهم واقعد معهم، بس برضه بنسمع رايهم. واحنا بناخذ الفلافل، رح نعمل ساندويتش فلافل كعك ورح نعمل فلافل بالعدس. ناخذ بعدي يلا. لفلافل العدس رح نحتاج 3 أكواب عدس، بقدونس، بصلة، 3 سنون ثوم، معلقة كبيرة ملح، معلقة كبيرة كزبرة ناشفة، معلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقة كبيرة 7 بهارات، معلقة صغيرة فلفل أسود، ومعلقة صغيرة كمون. كمان لسندويشات الفلافل بالكعك رح نحتاج فلافل، خبز كعك، سلطة بطحينية، خس، وخيار مخلل. إذن حلقتنا اليوم نبلش بالفلافل، رح نعمل فلافل بالعدس وبعدين أظن نفس الفلافل رح تعمل إيه سندويشات. أعتقد إنه هاي الفكرة غريبة شوي وجديدة شوي علينا، إنه كيف يعني فلافل بالعدس؟ دائما الفلافل أو الطعمية المصرية يا بتنعمل من الفول المجوش يا بتنعمل من الحمص. حلو. أما تعمليها بالعدس هاي غريبة شوي. جد غريبة. برضو هذا كنت نقعته من أول مبارح، بس كل شيء بحطه بالفريزر رجعت أشتغل فيه. أول شيء عندي 3 كاسات من العدس الأحمر العادي اللي بنستخدمه لشوربة العدس، رح أنقعه بالمي بعدين أصفيه كتير منيح، لأنه العدس بس تطحنوه بنزل سوائل. فعشان هيك كل نقعته بدها 10 دقائق. حلو. مي مغلية أو بمي عادية قد ما بدك، بس المهم مش أكتر من 10 دقائق عشان تعرفي شكله فيه بلشنا نخربط. هيك أنا حاسة. أحكي لك ليش، لأن بأفرم البقدونس شوي قبل كنت، بس يلا عشان ينفرم معاي البقدونس والهذا، لأني مستخدم محضرة الطعام مش فرامة اللحمة. بس شوفي بقدر. اليوم رح نتجاوز عن أي شيء عادي. أرجوكم والله العظيم جاي حاملة حالي غصب. والله احنا معك عادي، ما انه العيله كلها انه شو بتعملي بحالك، بس قلهم ما بقدر اضل قاعده بالسرير بموت. بتعرفي انا يمكن قبل شهر قبل شهر صابني هيك وجع معده وقصص، ضليت يمكن يومين ثلاثه بالبيت، اليوم اللي طلعت فيه حسيت حالي جد تحسنت احسن. فقعدت البيت صار لي 48 ساعه بس بنام، بصحى ببكي، بنام برجع بصحى ببكي. على كل حال حطينا بصل، حطينا بقدونس. أوكي. إذا بدكم تحطوا كزبرة خضراء بيكون كتير منيح، بدكم تحطوا بصل بيكون كمان كتير منيح. بنحط 4 سنون من الثوم، وهدول بدي أفرمهم مع بعض فرمة خفيفة. طبعا هدول كتير قلال على حضرة الطعام تبعتي. أوكي. بس أقلها عشان البصل. احط لهم بالمقادير طحين او نشا، لازم احط لهم اياهم. هلا بدي احط العدس. تمام. هلا لا لازم احكي لهم اياها عشان تمسك معنا، ما رح تمسك معنا بالفلافل العاديه. لا والله هي حاطين لي نشا، هذا نشا صح؟ معناته بنكون حاطينه بالمقادير. لا والله هذا بيكنج باودر. اوكي لا لا مش حطيتهم. انت طب انت قراتي نسيت اتجاوزي عني وعنك. انا لا عندي الذاكره، ذاكره السمكه عرفتيها هاي اللي بعدها اياها بتنسي كل شيء. اوكي المفروض تعودتوا علي. يا بيدينا. لازم يعني إذا ما باجي وبشوفك وما بجادل حالي. على كل حال حطيت بصل. أوكي. حطيت بقدونس، حطيت 4 سنين من الثوم، حطيت بعديها العدس المنقوع. العدس نقعته تقريبا 10 دقائق لربع ساعة بمي دافية. حلو. بعدين صفيته كتير منيح، بعدين حطيت كزبرة ناشفة، حطيت بهارات مشكل، رح أحط ملح تقريبا بدنا محلقة كبيرة. أوكي. تمام. ورح أحط فلفل أسود نفس ببهرها ببهارات الفلافل المعتدين عليها. حلو. عندي معلقة كبيرة من البيكنج باودر، هاي المعلقة كتير ضرورية عشان زي ما بنعمل فلافل عادية بدنا إياها عشان تمسك. وبستخدم بهاراتنا اكيد اللي هون 7 بهارات اللي مستخدميتها من نصار. دائما رح اضل احكي لكم عن بهارات نصار بكل وقت بكل وصفاتكم بكل افكاركم. 0793-71662 عندهم افكار كثير حلوه. حلو. هلا بس تطحنيهم ارجوكي لا تضيفي مي، ارجوكي لا تضيفي مي. لانه العدس مش زي الحمص، الحمص صعب ينطحن. العدس هينطحن معاكي اسرع حتى لو بده وقت، واذا حطيتي مي مش رح تمسك معاكي بالقلي. حلو. نطحنها. شوفي
كيف دينا بسرعة يعني انطحن، بنطحن بسرعة. أنا رح أرجع أطحنه كمان شوي لأنه شوي خشن هيك، لسه خشن عشان ما يبين. بس بآخر مرة بطحن، يا بتحطي لي نشا نص كوب يا بتحطي طحين نص كوب. أوكي. عشان لما تيجي تعمليها تمام تمسك معاك وتطلع مقرمشة. هذا الفرق بين اللي هي الفلافل الحمص والفلافل العدس. وفلافل العدس، الفلافل العدس بدك يا نشا يا طحين تقريبا ربع كوب لنص كوب. أكيد رجعنا لكم كملين معاكم بحلقتنا اليوم اللي تابعنا من البداية. بعرف أنه وصفتنا اليوم هيك غريبة ومميزة، فلازم تتابعونا. وكمان اللي انضموا لنا هلأ بدي أرحب فيكم وأحكي لكم أنه إحنا معاكم من هلأ لساعة تنتين، وكمان على صفحاتنا على الفيسبوك عمان تي في كيتشن وعمان تي في أوفيشال. فخليكم متابعينا وناقشونا بموضوع هيك لطيف وصل للشيف امتياز، أنه شخص أو هي صبية عم تسألها أنه في ناس كل ما أقعد معاهم خلص بتكون مش مرتاحة، بتحس أنه بتمهزقوا عليها. إيش بيحكوا إيش هي الكلمة؟ بتهزقوا عليها انه ما بياخدوها جديا، ما بيعملوها بطريقه لطيفه، شو ما بتحكي دائما بيحسسوها انه يمكن هي اللي عم تحكي شيء مش منطقي. صحيح. فشو بتنصحوها تعمل وكيف تتصرف، ولو انتم تعرضتوا لهذا الموقف كيف بتتصرفوا كمان؟ وبلشنا بفلافل العدس. فلافل العدس فكرتها جديده غريبه كل حدا، بس ان شاء الله اليوم تكون هاي وصلت كمان لاهلنا اللي بيسمعونا بغزه اللي عندهم عدس، لانه البقوليات هي الشيء الوحيد اللي دارج موجود. صح. عم بقلي فيهم بس عشان ارجيكم اياها، ولكن طلعوا عادي عادي فلافل ما راح تفرقي بيناتهم. لونه شكله كله فلافل، كله فلافل فلافل. هلا اول شيء هي شوفوا الخلطه عن قري. طبعا اذا انا ما حطيت بقدونس كثير، ولكن كل ما كترتوا لها كزبره وبقدونس كل ما اخذت اللون العخضار شوي اكثر. اخذت 3 اكواب من العدس، نقعتهم ل 10 دقائق بمي دافيه، صفيتهم كثير منيح، حطيت بصله بقدونس وكزبره، وحطيت ملح فلفل اسود بهارات مشكله ومعلقه بيكنج باودر، فرفناهم كثير منيح. طلعوا كيف قوامهم هيهم بعد ما نفرهيهم. اذا حسيت هلا بدهم معلقتين ثلاثه مي عشان لما اجي اشكلها تمسك، بحط لها هلا معلقتين ثلاثه مي. أوكي. وضروري جدا 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 ما ننسى نص كوب النشا اللي بالاخر عشان يمسك ويقرش معاي وتطلع معي هيك فلفي طريه زاكيه بنفس الوقت مقرمشه. تمام. بس انا عندي هدول طاعون الفلافل دينا. بتقدر تجيبوهم من دريم هوم، انا جايبه من عندهم اكثر من واحد، جايبه من عندهم مثلا هاد ما بزبط بدونهم صح عشان تطلع شكل فلافل يعني بأيديهم. يعني اذا كان عندهم بالبيت ما عندهم خلاص عادي بيقدروا. بس دول حقهم دينار والصغير حقه نص دينار. هذا هلا راح اجرب فيه، طلع هذا بيعمل زي الخزقه بالنص، طلع كثير حلو شكلها. وهي مع المعلقه تبعته، وعندي هذا المعتدين عليه، هذا بنص مثلا، هذول اخذتهم من دريم هوم. حلو. قدرت تلاقوهم من دريم هوم بطرقهم الثلاثه، طبربور الزرقاء وشارع المدينه المنوره، وكل شيء مستخدميته حتى الخشبيات هدول جبتهم من دريم هوم. صح. بس هيني عم بقلي فيهم، بدي اورجيهم ياهم. اوكي. طلعوا لي كم من حبه فرجينا قد ايه تقريبا بياخذوا بالزيت؟ واكيد ولا شيء، بس زيتي بده يكون حامي. انا حطيته على بارد شوي، نسيت احميه، بس دائما الفلافل عشان ما تفرط معي الزيت بيكون عندي حامي، بعدين الحراره وسط. اوكي. بالبدايه لازم يكون حامي عشان اول ما تنزل بغض النظر شو نوعيه الفلافل اللي بعملها، بالبدايه تكون طلعي هي هون حامي. يعني هلا اللي راح اقليهم راح يطلعوا اضبط من هدول. اوكي. يعني اول نحاول نحط مثلا اول تنتين ثلاثه، بالله بتفرقي انها مش فلافل عدس ابدا ابدا، نفس المنظر نفس الريحه، حتى ريحه الخلطه نفس ريحه. ما تحكوا لي ما بيجي لكم افكار كثير. لا والله بتجيبي لنا، ليش الحكي؟ دائما بيجي لكم افكار كثير حلوه. طيب بدي اقلي كميه منيحه عشان نعمل سندويشات من الفلافل. بس هلا لازم اقلي، هلا السخن عندي الزيت منيح، هلا بقلي. دائما الناس بتبعث لي امتياز بس اقلي فلافل بالبيت، حتى لو جبت العجينه جاهزه بفرط معي بيكون الزيت بارد بارد، بكون بستنى يحمى الفلافل بالبدايه. لاحظوا لما تروحي على اي مطعم فلافل بيكون بالبدايه الحراره كثير عالي، بعدين بيخففها. صح. ليه؟ عشان تمسك معي حبه الفلافل. حلو. احكي لنا عن هذا الموضوع، شو رايك؟ والله انا رايي من رايك، اظن انه كلنا بنتفق على نفس الموضوع، انه اذا في ناس هالقد احنا مش مرتاحين معاهم مش مضطرين ابدا انه احنا نقضي معاهم الوقت، الا يعني الناس اللي ممكن نجبر حالنا عليهم اللي هم العيله. صح. العيله المقربه اكثر من هيك. احنا انك تكوني قاعده مع حدا ويحكيكي بموضوع منيح او موضوع مش منيح، بغض النظر عجبك ولا مش عجبك، ما ياخذك جديا او تهينه او تقلل من قيمته عشان انت مش عاجبك ايش بيحكي. وبتعرفي شو الشيء الابشع كمان؟ لما حدا مثلا تروحي، يعني بغض النظر عن طبيعه العلاقه، يعني كان صديق كان حبيب كان زوج كان يعني اي شيء،
تروحي مثلا تشكي له هم وتكوني عم تبكي وهيك ويحسسك انه انت سخيفه جد زعلانه عشان هذا الموقف، قد ايه بيكون مؤذي انه هذا الشخص اللي انا لجأت له لاشكي له، فانت انه تستسخف مشاعري او ما تعطي قيمه لمشاعري. وحتى نفس الشيء لما افتح موضوع، لما احكي معك شيء، لما بدي اناقشك بشيء، من واجبك انك تحترمني وتحترم الطريقه اللي انا بحكي فيها. طبعا طبعا اكيد انا معك 100%. الصراحه شيء محزن ايش بوصل فيه، بقول اذا الواحد ما عم بيتعلم من اللي بيصير بالعالم ولساته بفكر كيف ينتقد ويتنمر ويضايق ويزعل، والله احنا امتى بدنا نتهذب؟ انت الانسان عن جد يهذب نفسه وفكره وتفاصيله امتى؟ وانت اذا ضلك تاذي الناس اللي انت قاعد معاهم، يعني ايش بتتوقع؟ يعني هل بتتوقع انه هذا الشخص يضل يحبك، يضل يحب يكون موجود معك؟ هل بتتوقع لما انت بدك تروح تشكي همك او تحكي مع حدا انه حدا يسمعك مثلا؟ فانت زي ما بتعمل الدنيا بالاخر بتدور ورح ترجع تتعرض لهي المواقف. صح، فعامل صح الناس صح زي ما بتحب انت انه الناس تعامل. صح، انا هاي كثير القاعده كثير مهمه، عامل الناس كما تحب ان تعامل. هاي احسن شيء بتحكي لاي حدا في مية العالم بالمية. صراحه على كل حال، بس هي قلنا لكم فلافل العدس بس عشان اورجيكم اياها وعملت لكم اياها من الصفر قدامكم، ما في شيء كنت جايبيته جاهز عشان تشوفوا كلها على بعضها بتاخذش معكم 10 دقائق، وهذا حلو. الحلو فيها الصراحه طلع هدول طلعوا قد ايه حلوين. هلا لما حنزل طلعوا ما احلاها بتجنن. ومن العدس، يلا قولوا لي اذا كنتوا رح تثبتوا انه هاي من العدس. عن جد ابدا، فلافل من العدس ابدا. تمام، والله حلو الوعي، عالم المطبخ كثير متطور، كل يوم تطلعي له بقصه جديده. حلو تجربي تغيري، بعدين هيك ما تنسي مثلا في ناس بلكي ما بحبوا الفول، بلكي بحبوا يجربوا شيء جديد او بتحسسوا منه، بلكي عندهم حساسيه من شيء معين. طلعوا عشان الزيت حامي، طلعوا طلعوا بجنن عليك يا هيثم. يعني هيك اكبر احسن سر انه يزبط معاكم شكل الفلافل هو انه يكون الزيت حامي، حموه كثير. بعدين انا موطيته، بعدين يعني انا اول شيء حميته كثير منيح، حليت اول قليه اللي هي شفتوها، بعد هيك خففت الحراره تصير وسط. على كل حال بنعمل ساندويتش فلافل منهم. رح اعمل سلطه بطحينيه، عندي هون بندوره مقطعه كثير صغير، وعندي خيار رح اخذ عليها عصير ليمون. ايوه، رح اخذ عليها ملح مش حلو طبيعي، وانا هاديه ما بعرف لا 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 يعني لا مش متعوده على اول، انا متعوده يعني حاسه حالي متوتره. ورح اخذ عليها طحينيه من السرور. حلو، وصرتوا متعودين علي اكيد اكيد خلال الحلقات السابقه انه انا عندي حلاوه طحينيه عفوا بالسرور، اللي هي قوامها كثير رائع، مطحونه من السمسم الطازج، مش مضاف لها اي اضافات، ليس عليها اي مواد حافظه، موجوده سوبر ماركت، هايبر ماركت، الدكانه. بحب انكم تستخدموها، وبرضه بضل اقول لكم انه هي اقتصاديه. صح، بالنسبه لحجمها والكميه اللي رح تستخدموها، موجوده بكل المؤسسات الاستهلاكيه ومدنيه، موجوده بالدكان اللي جنب دارك، وانا هذا كثير اللي بحب بالشركات الموجوده معي هون ببهار ونار. صح، حطينا ملح، بندوره، خيار، عصير ليمون، وطحينيه. بتقدروا تعملوا صوص طحينيه اللي بيجي لحاله هو معلقتين طحينيه مع او هنقول ربع كوب من الطحينيه مع شوي عصير ليمون ومعلقتين لبن وملح، وتصيري تحطيه مع شوي بقدونس، بيطلع كثير طيب. بس انا سندويشتي المفضله يعني خلاص كعكة الفلافل. ها كعكة الفلافل اللي مع سلطه طحينيه، ها هي اللي يعني الكل بتفق عليها. بتقدر تحطوا عليها، انا جايبه معي شويه مقالي، بتقدر تحطوا سندويشه فلافل بالمقالي. يا عيني، في ناس بحطوا مثلا ليمون مقطع مع قشره. صح، بتقدر تضيفي حمص الزلوم. والله اظن انه احنا يعني مطبخنا يعني بيخلى، لازم يكون عندي، لازم يكون عندي حمص زلوم. صبايا بدي حمص زلوم على السريع، اذا هون ما في بلكي بتلاقوا لنا. والله عندي، بس عندي الافوكادو وعندي الفول برضه بزبط، بس بتخيل خلص الحمص. لا عندي هذا الحمص، بس لا اعطوني الحمص الثاني برضه، هذا زلوم بس هذا لبرا البلد. طيب بس يجيبوه، بدنا نحط اكيد عندنا حمص، بس يجيبوا لي، بنعمل وحده ثانيه انا وياكم، بس هذول عشان بدي احطهم بالجريل. أوكي، بعدين بحط الفلافل. ايوه لازم هيك تكتروا فلافل فوق الحمص، بعدين والسلطه. سلطه يعني معتبره، كتروا سلطه، كتروا طبعا اسكى شيء. انا غير كل حدا بحب عليها شوي ليمون مقطع، كثير، وشوي خس مقطع كثير زاكي. تمام، وبعدين شوي مخلل. يا عيني، بتقدروا تحطوها على الجريل، بتقدروا تاكلوها هيك بيروا مع شوي شطه. يا سلام، طلعوا المنظر. يا سلام، هلا انت ما كمان اكل لهلا نفسي اكل. انت صار لك يومين مش ماكله. مو ماكله، صار لي يومين وبقول لهم خايفه اكل اي شيء، والله العظيم قد ما توفيت هدول يومين من معدتي. يلا ان شاء الله بتصير. فبدنا نحطهم على جريل، انا عندي جريل جايبيته، بنعمل كمان وحده على جريل وكمان وحده بدون جريل. حلو، اذا احنا بنطلع فاصل بنكمل باقي السندويشات وبنرجع لكم. إذا
اكيد رجعنا لكم كمين معاكم بحلقتنا، وكمان اللي انضموا لها هلا بدي ارحب فيهم بهالحلقه اللي مميزه وكلها وصفات مميزه، وكمان معنا موضوع هيك خفيف لطيف بنحب ناخذ رايكم فيه. صبيه عم تسال انه انا في ناس كل ما اقعد معاهم مش كلهم اصحاب او زملاء ما بعرف، وشو ما بحكي بيستهزئوا بطريقه حكي او بالشيء اللي بحكيه بغض النظر شو الموضوع اللي عم بحكي فيه، كان جدي او كان مزح، بتحس انه الناس عم بيستهزئوا فيها وبطريقه حكيها. فشو بتنصحوها تعملوا لو انتم تعرضتوا لهيك موقف؟ كمان بنحب نسمع منكم وكيف تصرفتوا. وكمان بدي اقرا هذا الجواب لانه عجبني الصراحه، بحب انهم بيشاركونا بالاجوبه، بحب انه الناس كمان صارت تشاركنا بالاسئله. اوكي، هي بتقولنا ميمو مجالي بتقول الناس اللي مثل هيك بيكون بسبب الغيره وقله الفهم، والناس اللي مثل هيك اكيد ما رح يكون لهم اهميه بحياتنا، وانا شخصيا هيك ناس دائما بقول لهم لا بيعيشوني ولا بيطعموني ولا بيفيدوني بشكل عام، عشان هيك مش مهم اني اتعامل معهم، ويا ويلهم من كسر الخواطر. فعلا صح، يا الله يا الله لو كل حدا بفكر هيك عن جد، لو كل حدا بخاف على الحدا اللي قدامه انه يكسر خاطره ولا يزعله، الحياه بتكون بالف خير. والله طيب من هالمنظر الحلو اللي عم بياخذ لكم اياه، طيب خلينا نروح نعمل فطاير توست مقليين سريعين، ناخذ مقادير يلا. لا فطاير الخبز المقلية رح نحتاج خبز توست، جبنة الفيتا من المراعي، جبنة موتزاريلا من المراعي، بقدونس مفروم، نقانة، صوص بيتزا، بيضتين، أرشلة، وكوب حليب من المراعي. يعني حبيت كتير مزيونة عم تحكي، يا الله شو بحب برنامجكم، بعطيني طاقة إيجابية، يعني كتير حلو فوق ما إنه يعني مع بغض النظر عن الظروف وعن المرض وعن كل شيء، لسه الناس عم بيحسوا انه احنا عم نعطيهم طاقه ايجابيه. هذه يمكن من اكثر الاشياء اللي بنحب انه نسمعها. ما لسه بقول لدينا مش متعودة على نفسي هالقد هادية، بس الله بيعلم يعني بس بجهد عم بعمل الحلقة فعلياً. بس بالعكس والله انه احنا بنحبكم، بنحب انكم مبسوطين معنا بالبرنامج. على كل حال رح نعمل اسرع 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 فطاير مقليين، اولادك كثير رح يحبوهم. حلو. كل شيء عندك بالبيت ممكن تحشيهم فيهم، طلعوا ما احلاهم هذول قبل ما اقليهم. وطريقه تحضيرهم هالقد سهله هالقد بسيطه، بتقدري تعمليهم بالاير فراير او بالفرن او مقليين. حلو تمام، انا بس رح اقليهم قليل لانه ما بعرف احب الزيت ايام. طبعا على كل حال للحشوه رح ناخذ جبنه موتزاريلا. ايوه، وراح طبعا مستخدمه من المراعي، وماخذي هون جبنه فيتا، بس تقدر تحطوا موتزاريلا لحالها، اشقوان، حلوم، اللي بدكم اياه. رح اخذ معها شوي بقدونس. حلو. وبتقدر تحطوا معها هوت دوغ، بتقدر تحطوا معها زيتون اسود مقطع صغير، بتقدر تحطوا شوي من صوص البيتزا. فننوا بايش بدكم بالحشوات. حلو. اي بطاطا، اسمعوا الحشوات بهاي الوصفه كانك بتعملي اي نوع معجنات انت بتحبي تختاري البيتزا. بس انا هون حطيت جبنه فيتا مع صوص بيتزا او بدون تقدروا، مع شوي بقدونس، وقلت لكم اذا بتحطوا نقانق بيطلع كثير منيح. حلو. بدكم جبنه فيتا لحالها بيطلع كثير منيح، بدكم لبنه لحالها بيطلع كثير منيح، فانت بالوصفه ايش بدك تحطي حطي. حلو. ما حد رح اقول لك ليش حطيتي. 100% انت حره، شو انت بتحبي، اولادك شو بحبوا، جوزك شو بحب، انت بتختاري. تخيلي خلصت الوصفه، ما احلاها. تخيلي، بحب هاي الوصفات السريعه انا، يعني هون بكون مبسوطه عشان بسرعه، ما بياخذوا وقت، حتى بالزيت ما بياخذوا وقت ابدا ابدا. 3 4 دقائق بالنهايه هن خبز، خلينا نقيم الزيت واقليهم بالفاصل. أوكي. على السريع هون شو بعمل، باخذ خبز التوست بفردها بالشوبك. لازم تفردوها ولازم تطلعوا معي كيف راح اشكلها على الشكل اللي انتم شايفينه، بس بدي اجيب شوكه. ايوه، يعني اهم شيء انه نجيب خبز توست لازم يكون اكيد طري وفريش عشان انه ما يغلبنا يفتفت معنا. اول شيء عندي هون البيض، انا حطيت لكم بالعيارات بيضتين، بدي اياهم لسببين. سبب بدي اسكر فيهم الخبزه، والكميه البقيه بدي اغلف فيهم الخبز. حلو تمام. فهون حطيت البيض، بس هيني غلفته، بدنا نجيب فرشايه. ايوه تمام. اوكي، نفردها كثير منيح. بعدين الحواف هدول بدك تقطعيهم، بغلبوكي بالتشكيل. هدول الحواف انا عاده باخذهم بحطهم بالفرن او بالاير فراير، او حتى بتركهم ينشفوا، بطحنهم، بعدين بستخدمهم بقصومات. برضو من نفس الوصفه انا مستخدميتهم بقصومات. هلا باخذ بيض، بدك تستخدمي هذا الحكي بزيت، بس بيض احسن لك، او بطحينه مي. حلو، بس بيض على السريع بسكرها، بدي ادهن بس الحواف. اوكي، عشان بس اجي اسكر. بالضبط، عشان لما تيجي تسكريها تسكر معك بسرعه. حلو. بعدين هذا الطرف بدي اخذ
بس بدي اعمل طرف هذا هيك بالسكينه. هلا بتيجي تلفيها رول. ايوه عادي كيف القرطاس. احنا نقول له القرطوس. قرطوس اوكي. بتلفوها قرطوس بعدين بضغط. شفتوا ليش بدي البيض؟ عشان هذا يسكر. اوكي هيو تمام. بسكرها من كل الجوانب كتير منيح. بعدين هي شايفه سكرت. اتفقنا باخذ شوي من الحشوه اللي انا عملتها. هاي معلقه كتير كبيره بس نحاول. معلقه بدك اشي عشان تدخل لجوا الحشوه. انا صراحه بالبيت بلبس جلافز وبعملها بالجلافز. بالايدين خلص طول ما انتوا لابسين هلا هون عشان البرنامج. مش دائما الناس كانوا ضلوا يقولوا لي يا امتياز اهدي بتحكي كثير. هيني هديت. هذا هيك بس ديروا بالكم هيك مريضه. لا هاي شوفي الحلقه كيف رتمها. انت هديتي بالنسبه لإلك انت لشو انت اصلا، بس هو احنا بالنسبه لاي حدا تاني بعدنا مش هادين. تمام هيني حطيتها. بعدين رح اخذ العيدان هدول تشتروهم برضه من دريم هوم، او تقدروا تاخذوا من اي مستلزمات حلويات، او تقدروا تستخدموا عيدان الخشب اللي بعمل فيهم اللي بتعمل فيهم عادي الكباب والمشاوي. نفس الشيء رح احطها هيك. بعدين شو اعمل؟ عكس بعض هاي واسكرها من هون. اوكي وهاي جهه بسكرها من هون. عشان هيك قصيناها. اوكي اوكي عشان هيك قصتي، عشان سكريهم عكس بعض عشان تضمني انه الحشوه ما تفلت. تصير شكلها هيك. والله حبيت. في اسهل من هيك؟ لا. والله ما في. ما في. بعدين انا شو بعمل؟ شفتوا البيضتين اللي انا ماخذيتهم؟ راح ارجع اضيف عليهم شويه حليب يا دينا. ايوه وبعدين اغلفهم من الحليب لبقسماط. والبقسماط البقسماط كمان بنقدر من الحواف زي ما انت قلتي بالفرن ننشفهم بعدين فتفتهم بنرجع بنغطسها. بالضبط. انا بدي ارجيهم بس وحده اليوم. الوضع لا يسمحني اضل اورجيكم وحدات. يعني من كل شيء واحد بكفي. انتوا ضلوا عيدوا. الحلقه موجوده عندكم عاده. والله لا كثير. هلا بورجيكم كمان مره كيف شكلتها. بس بدي احط هنا حليب اوكي عشان اخفف مع البيض التغليفه. ايوه بعدين برجع بدي احط البيض. بدنا يمكن صحن مفتوح عشان نقدر نغطسها احسن. عشان تغطسيها كثير منيح. اصلا هذا صحن غلط بس لانه الصبايا اليوم حارميني من السحور حارميني من كل شيء وانا مش قادره احكي صراحه يعني. استغلوا اليوم صحتك ولا شيء. مش قادره احكي بالمره. 100% لاقي لنا حل شيء ثاني. هيك اضبط. هيك اضبط. أيوة. لي اوكي حركها كتير منيح. حليب وبيض اوكي عشان نقدر نغطس الخبز او المعجنات بالتوست اللي احنا. هلا انت بعد ما تخلصي كل باكيت التوست انا مستخدمه من الوزين اذا انتم شايفين راح اضل لكم كميه بيض كتير قليله فبصفي الحليب هو الاهم. اوكي تمام. هلا شو بعمل؟ بغطسها بالبيض وحليب وبرجع بحطها بالبقسومات. وبرجع بحطها بالبقسومات. بتصير عندي شو مالها؟ بتصير عندي هذا الشكل بالضبط. يا عيني. هلأ جاهزة للقلي. هاي على السريع على القلي. هلا قبل ما تقلوها اي شيء فيه بقسومات يفضل انه نحط بالفريزر 10 دقائق. ليه؟ عشان تجمد طبقه البقسومات وما تنزل بالزيت. حلو. وهي دائما بجاوبها لكل حدا. مره ثانيه على السريع بدي اعمل بس كمان وحده عشان امرجيكم. اوكي. باخذ خبز التوست. الجوانب انا بحطهم بالاير فراير وبستخدمهم عادي يصيروا بقسومات. اوكي بعدين لازم افردها كثير منيح. تمام. اوكي بالهذا الشوبك اسمها. بالشوبك ايوه بالضبط. تمام هيك. بعدين بقيم الحواف تبعونها من لونهم بني عشان لما اجي اشكلها ما يغلبوني. وتقدر تسكر منيح يعني. بالضبط. اوكي بعدين طبعا انتم بالبيت كل شيء بايديكم. سريع سريع. لا تنسوا تعملوا. انا عشان هيك الجلافز عندي بالبيت ما بنقطعه لانه كل شيء بالايد اسهل. خلص البس الجلافز واشتغلي. بعدين رح اخذ ادهن حوافها بيض. بس أيوة. الحواف هدول الحواف بحتاجهم عشان كيف بدي اسكرها اسكرهم كثير منيح. حلو. وهاي جهه نفس الشيء. وهلا عشان لما نسكرهم لاني هلا بتقدروا تستخدموهم من غير العيدان يعني عادي شكلهم قرطوس من غير العيدان. حلو. هلا باجي بعمل هنا خط صغير عشان لما اجي اسكرها. هيو حلو. شايفينه؟ ايوه. بعدين بلفها كاني بلف القرطوس اللي احنا متعودين عليه. حلو لهون سهله هي. بعدين بدنا نضغط منيح كثير عشان يتسكر منيح. عشان يتسكر طبعا. الحلو فيهم انهم هدول بتفرزوا تقدري تفرزيهم باي وقت دينا. حلو والله. ووقت بدك ليه هاي مشيلتها انا بس بتقيميها. هي كانت تحت مخبيه بتقيميها عادي مش قيميتها. والله هو عادي. والله هو بس اليوم كل شيء عادي صدقيني. بعدين بتروحوا تعبوها من الحشوه. اوكي كتروا حشوه يعني هي بتاخذ من الحشوه على فكره بتاخذ لها كل وحده معلقتين من الحشوه. اوكي برجع بحط كمان كميه. اوكي يعبوها عشان لما ياكلوا انه حشوه يعني ما يكون شيء فاضي. بعدين باخذ العيدان الخشب بحطهم وبصير اسكرهم عكس بعض.
هاي بسكرها هيك وهاي بسكرها وهاي بسكرها هيك عشان يصيروا عكس بعض. اوكي اوكي بعدين لازم تتسكر كتير منيح، يفضل زي ما حكيت لكم هي عشان تصير معي هيك حلو تمام. بعدين حليب وبيض اوكي بعدين على البقسماط بفرزهم، وقت يجي عبالهم أولادي يا بحطهم بالفرن يا بالاير فراير يا بقليهم بالزيت. أوكي. انتي حرة اختاري اللي بيعجبك هيها تمام. خلص هيك صارت جاهزة، بس بنفضل نحطها شوي بالفريزر طبعا. هلا عادي 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 انا رح اقلي لهم وحدة يشوفوها، بقدر اقلي لهم اللي هلا عملتها ما بصير ولا اشي عادي ولا برد الزيت طبعا. بكل بساطة سهلين بسيطين اولادكم رح يحبوهم. قلت لكم اذا ما بدكم الزيت عادي عادي بكل بساطة بتقدر تستخدموا الفرن او الاير فراير. حلو والله انا حبيت الفكره، كمان بيزبطوا لللانش بوكس برضه. بعدنا مستمرين بيزبطوا. واذا عن جد ما بدكم تعملوهم مقليين بالزيت، مع انهم مقليين بالزيت اسمعوا الصوت بالله هيهم طلعوا يا عيني شايفين فطاير مقليه سامعين الصوت بجنن. خلاص وهيك صرنا مخلصين. لا والله اشي سهل كتير وسريع ولطيف كمان للاولاد الصغار. في معنا لسه كمان وصفات، شو رايك بعد الفاصل؟ بعد الفاصل اذا الله راد. يلا فاصل. اهلا وسهلا فيكم عن جديد، مكملين معاكم ورجعنا لكم اكيد بحلقتنا. وكل اللي انضموا لنا هلا كمان بدي اذكركم انه لازم تحضروا حلقه اليوم، لانها عن جد وصفات رائعه جدا وغريبه ومختلفه عن دائما. وبتلاقوا حلقتنا دائما بتضل معاكم على صفحاتنا على الفيسبوك عمان تي في كيتشن وعمان تي في اوفيشال. فاحضروا الحلقه وطبقوا الوصفات. وشو صار معنا احنا هلا، وين وصلنا؟ تذكرت هلا وانا بحط الخبزات صار لي يومين مو ماكله، فكل شوي بسال مين، هيثم خالد ونبون عامل فيها دكاتره لانه ما شاء الله كله بعطي نصائح. اكل هاي لا تاكليش هاي لا لا بعدين عرفوا شو مالي يعني. انا قلت لهم والله لو بعرفكم دكاتره رحت امبارح على المستشفى. هو انت ليه امبارح رحتي وغلبتي حالك؟ فزعي لهون كان لازم عندهم. على كل حال بدي احكي لكم شغلتين. اول شيء عشان اعمل سندويشات الفلافل هلا انا مستخدم فيهم الكعك، كنت حابه اليوم اعملهم بالكعك، بس لازم احكي لكم انا استخدمت حمص زلوم. حمص زلوم بالنسبه لي وبالنسبه لكل حدا داو اطيب من الحمص اللي بتاخذوه من اي مطعم مفضل عندكم. حمص زلوم ثلاثه هدول بيجوا باكيت واحد زائد واحد الرابع اعتقد فري بيكون مجانا. حلو. موجود بالدكان سوبر ماركت هايبر ماركت بالمؤسسات في كل مكان، عن جد جربوا. بس بده زيت زيتون من غير ولا إضافة تانية أبداً. طعمه زاكي كتير زاكي طعمه تمام. وإذا ما بدكم أكيد نعمل أنا حعمل سندويشات كباب هلا الوصفة اللي بعد هاي بوصفات الكباب أو حتى نبيق الفلافل أكيد لازم نعملها باستخدام خبز ليز. فأنا حعمل سندويشة فلافل هذا مثلا بالكتكام. خبز ليز ما فيه خميرة أو خميرته طبيعية، ما فيه سكر، رائع جداً 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 خفيف على المعدة. يعني أنا أعتقد هلأ لازم أضل أكل بس ليز. 100% فيه منه أكتر منك، عنا الكتان، عنا هنا مثلاً بيئة الشوفان، عنا هنا الشيا بيئة الشيا، وأكيد أكيد عنا النوع الرابع وهو أهم نوع لازم تعرفوه لأنه هم الشركة الوحيدة في الأردن اللي عملوا لكم بجوز الهند واللوز اللي هو ممتاز للناس اللي عندهم كيتو دايت. اللي بيعملوا كيتو دايت. فالناس اللي عاملة كيتو دايت وما بسمح لكم تاكلوا خبز الا مع ليدز، بسمح لكم تاكلوا خبز بطريقه كل يوم كل يوم. يعني حلوا لنا كل المشاكل وكل انواع الدايت اللي بنقدر ندخل فيها خبز اكيد مع ليدز دايما. يعني حتى اعمل لهم اياه هلا زهري حلو. هلا الحلو فيه انا بدي اعمل فته الصراحه. فباخذ خبز ليدز بقطعه مربعات وبعدين بس برش عليه رشه زيت وعلى الفرن. حلو. بدخله بفتات، بدخله بسندويشات، بدخله بفطوري الصبح، باي شيء ليدز معاكم. احنا رح نقطعه رح نشوي ناخذ وصفه فته سريعه عشان نعمل سندويشات الكباب على السريع. لفتة الفلافل والمقالي رح نحتاج فلافل، بتنجان مقلي، بطاطا مقلية، بندورة مقطعة، خيار مقطع، خبز مقلي، كيلو لبن من المراعي، نص كوب طحينية، ربع كوب عصير ليمون، ولوز ورمان للتزيين. يلا إذن هلأ صار الوقت نبلش بالفتة نعمل الوصفة.
صراحة كنت بدي أعملهم هون، بعدين غيرت رأيي بدي أعملهم ببايركس على صحن ثاني. حسيت شكله الكمية أكبر، مش الكمية أكبر فتح. عشان فتة يعني بدي يفوت فيها لبن وهيك. طيب أول إشي أنا عندي هون كيلو من اللبن، كل كيلو من اللبن بدنا ربع كوب من طحنية السرور. أنا بحب هالزيادة دائما، خصوصا أي شيء بفوت فيه فلافل. عندي هون عصير ليمون، سن من الثوم، وعنا معلقة من الملح. حلو. بعيارات اللبن كل علبة لبن بدها معلقة صغيرة من الملح. تمام. بخفقهم مع بعض. حاسه كل شيء صغير اليوم، او انا عيوني صغيره فشايفه كل شيء صغير، مش عارف. يعني انت بتعملي كميات مش مناسبه مع الصحون. عن جد عن جد اليوم مش قادره اجادل والله. براحتهم ماخذين معي القصص. يلا مش مشكله، اعطيهم يوم بريك بالسنه. طيب اخذنا خبز ليت حمصناه يا بالفرن يا بالاير فراير يا بالمقلي اللي بدكم اياه، بس يعني ليتز يعني بزبطش انكم تقلوه. حمصوه بالفرن. أيوة. حطيته هون، رح احط معه شويه خس لانها فته، زاكي الخس معاها، ورح ارجع اغطيها او اغطسها شوي بصوص اللبن. حلو. ما بدي اكتر كميه، بس هيك خفيفه عشان عندي الخبز هون يطرى. حلو. بعد هيك رح اخذ معي بطاطا مقليه. ايوه رح احطها كلياتها. اذكى فته في العالم، اسمعوا كلها مقالي بالزاكيه. عن جد كلها مقالي بالزاكيه. وحتى لو انها كلها مقالي يعني بتقدر تاخذ كميه قليله، بتكون انت دقت ما حرمت حالك من شيء. بقدر يقلوا كل شيء بالاير فراير، يعني برضو. بحس الاير فراير هاي الايام هي دول كلياتهم مقليين بالاير فراير. رشه زيت وخلوهم بالاير فراير. رح احط شوي رمان. هيك عشان ناخذ بس هيك نكهه زاكيه. شوي بقدونس. وبعدين ارجع احط عليها الصوص. الصوص اللي عملناه. تمام. انا تركت شوي لبالاخر عشان نحط الفلافل، نحط باذنجان، يبين معانا انها فتت. باذنجان وفلافل. حلو. يا سلام. احلى هاي فطور الجمعه بتحسي. اسمعي انا هاي الفته كثير بحبها. مبينه قد كثير بحبها. هي حطينا هيك بقيه الصوص. ايوه. بعدين معلقة وارجع احط عليه هلا فلافل بقطعهم. انا بستخدم فلافل العدس. أيوة. ولكن بقدروا يستخدموا اي فلافل هن بيحبوا، فلافل من من المطعم من وين ما بدكم. حلو. تمام. هيك تغطيصه خفيفه. أيوة. نيجي هلا شو بنعمل، برضه بحط معها شوي حبات فلافل خاص. يا نظره خلصنا الوصفه. شكرا لجهودك. نظرة عادي صاير تعصب. لا تزعل بتعصب. ما بصدق هذا الوجه الحلو البريء. هذاك اليوم لقطها معصبة. والله مش معصبة لأني بطلب كتير، فاهمة؟ والله هو مرات الواحد في ناس بيطلعوه عن ايش قصدك؟ ناس مش انتي قصدي، فممكن بعذرها لنظرة. لا مسكينة ايام مني. انا طبعا انا حاطة لوز. اوكي. بقدر احط معها شوية كمان. خلينا ناخذ وصفتنا الأخيرة ونعمل سندويشات الكباب بالشراك. يلا. لا سندويشات الكباب راب رح نحتاج لحمة مفرومة، بصل مبشورة، بقدونس مفروم، خبز شراك، بصل مقطع، سماق، كوب لبن من المراعي، معلقتين كبار طحينية، وليمون. صدى شكله اجت متاخره، فبتقول بدنا تعيدوا لنا وصفه فلافل العدس، واذا بحتاج طحين. هلا انت بتقدر ترجع تعيد الحلقه. خليني ارجع احكي لكم، بتقدر تعيد الحلقه بس هلا بحكي لهم اياها. بس طلعوا مع احلى منظر الفته. يعني طالعه بتجنن. هيها طلعوا مع احلى فتت فلافل ومقالي بتجنن، طعمتها كثير زاكيه. حلو. وتغيير عن فكره الحمص، ممكن نعملها يوم الجمعه. صح. بس نحكي عن فلافل العدس لانه فكرتها شوي غريبه والناس مش معتادين ايش يعني فلافل بالعدس. العدس عم نستخدمه بديله عن الحمص. الناس اللي بدايقها الحمص او بنفخها الحمص. فلافل العدس ممتازة رائعة. أول شيء 3 أكواب من العدس أخذتهم ونقعتهم لمدة 10 دقائق. بعد هيك صفيتهم وحطيت معهم بصلة، بقدونس، وكزبرة. طحنتهم مع بعض كتير منيح. ضفنا عليهم اللي هو الملح، الفلفل الأسود، والكزبرة الناشفة، وضفت عليهم بيكنج باودر، ورجعنا طحناهم كلياتهم مع بعض. ضفت بالآخر 1/2 كوب من النشا أو 1/2 كوب من الطحين. أنا رايحة على النشا، النشا أحسن وأخف، خصوصا الناس اللي عندهم مشكلة جلوتين. فبيعطيكم نفس النتيجة. الفكرة من النشا أنها تضلها خفيفة من جوا يعني طرية، ومن برا هيك تتقرمش معي. فحطوها واستخدموها على السريع. هلا على كل حال عشان احنا نعمل سندويشات بعد ما نرجع، سندويشات الراب فكرتها كثير سهله وسريعه. بس بدي اخذ لحمه مفرومه، اضيف عليها ملح، فلفل اسود، بصل، وبقدونس. حلو. هي انا عندي كل شيء بقدر اجيبوها من عند اللحام، عليها كل شيء. عندي هون معلقه من الملح، ملح، فلفل الاسود،
وعندنا هون ستي العزيزه بقدونس مفروم ناعم. حلو. وعندي البصل المبشور. انا الصراحه بحب كثير 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 اعملهم بالبيت لسببين. اول شيء البقدونس بالسفروميه عند اللحام يا دينا بصير لون العسواد لانه البقدونس بالسود. صح. فعشان هيك اعملوها بالبيت اذا انت يعني بتحبي، اذا ما بتحبي خلاص عند اللحام. وراح احط قلايه على النار وابلش اشكلهم على شكل اصابع واقليهم. بعد الفاصل رح نعمل على السريع صوص الراب من اللبن وعلى السريع نعمل الوصفه. يا عيني، يعني برضه سندويشات سهلين كثير، اكيد رح نكملهم بعد الفاصل. رجعنا لكم اكيد بحلقتنا لحتى نكمل باقي الوصفات. هيك ضل عندنا وصفه الكباب راب. قد ايه معي وقت؟ احنا عشان خلصناها كثير كثير سهل الوصفه، كثير سريعه. خمس دقائق هيك شيء واقل، ما بعرف. ست ايه هذا بنعمل سفره ثانيه. طيب انا بس شو عملت في الكبابات؟ حطيت عليهم بصل، بقدونس، ملح، فلفل اسود، بعدين بمقلاي على النار معلقتين زيت وحطيتهم. تقدروا اذا كان عندكم كباب اللي هو انتم شاويين كباب وزايد تعمل منها السندويشه، قلت لكم يا بس صراحه مع معلقتين زيت المقلايه تطلع كثير زاكي. حلو كتير. حلو. ما تقولي انك طفيت ليه؟ ما تقولي انا فكرت ان حرق الكيس. لا بعدين يعني الغاز ما بدي يكون اليوم مش مأمنة عليك كثير. لا والله اليوم اسمع قسم بالله يعني الحمد لله على الصحه. والله الانسان كل يوم بيكتشف انه الصحه اهم شيء بالدنيا. طبعا نيجي على ايش اسمها الكلمه بدي احكيها، حبشكنات اللي بدنا نحطها مع السندويشه. حبشتكنات حبشتني اياها. حبشتكنات بسرعه. ايش هي يا محمد؟ حبشتكنات. ايوه هي هاي. هي هاي، ما تعيديها لان رح تخربطيني مره ثانيه. اخذنا بصل مع سماق، رح نحط عليهم بقدونس عشان نعمل زي اللي بتحطيها على شاورما اللحمه اللي هي بصل مقطع شرائح مع بقدونس مع سماق. وهون عملنا الصوص اللي هو عباره لبن، معلقتين مايونيز او معلقتين طحينيه وليمون وسنتوم صغير وملح. حلو. انا صراحه نسيت احط ملح فبنحط الملحات هلا. وعندنا خس وعندنا مخلل خيار. اوكي. هيك صوصي بيصير جاهز. عشان انا رح احطها بالفرن عندي هون. بدهن شوي بالفرن. اوكي مش مشكلة. بحط يا ستي العزيزة. ايوه. تجاوزي واكملي. بستناكي انت تعبري عني وبس على الفاضي. وضعي شكله اسوأ منك، مش عارفة عم بنعدي ولا شو عم بصير، مش عارفة. يعني وضعك عم بيصير أسوأ من وضعي. عم بيصير أسوأ والله. بعدين حنحط خيار مخلل. اسمع هي أزكى سندويشة عن جد ممكن تجربوها. يا الله شو بحبها. يا الله شو بحبها. محبين الكباب كتار والله. اسمع هي زاكية كتير. بعدين رح ألفها كسندويشة. وعندي هون الجريل. حلو. تمام زي ما هي على الجريل. قبل ما أعمل واحدة تانية. أنا الجريل حامل كتير منيح. على الروائح. خلص. الكباب كثير زاكي. وبعدين هاي الوصفه كثير سهله كثير سريعه لانه بالمقلاية عملته. صح. هلا اذا انت مو عارفه شو بدك تطبخي، اولادك جايين من المدرسه، ما عليكي غير هاي الوصفه. واحده ثانيه يا هيثم. حطينا من الصوص. حلو. حطينا شوي من البصل والبقدونس، شوي من الخس، وشوي مخلل خيار. حلو. برافو سدينا هلا. لا متابعه انا. بعدين حطينا كباب. كباب. اوكي. ناخذ كسرت مني بس مو مشكله. هي تنتين. بعدين هيها اذا بدك شوي صوص، هي كمان شوي صوص. الصوص هذا كثير زاكي للي بيحبوا السقسقه. بعدين بتلفوها سندويش. حلو. بعدين على الجريل هون يا سيد هيثم. نحطها كمان وحده ومنسكرها لحتى ايش تاخذ لها تاخذ لون وتتأحمش. صح. اكيد شغال. انا حسيته حامي. لا حامي مبين انه حامي. بس بكونوا خلصوا. انا اعمل كمان واحده بالله عليكم، حتى وانا مريضه مدلعتكم والله. صراحه. على كل حال عشان اكون صريحه، هذول الوصفات اللي حضرتهم يوم الاحد فكانوا جاهزين من اول، يعني ما تحملينها جميله لا امبارح ولا ابوله كنت قادره اعمل شيء الحمد لله. لا بس يعطيك العافيه دائما مبدعه في كل الظروف وبكل الاحوال حبيبتي. وبكل هي عملت لكم فلافل عدس، شو بدكم والله. حدا عملها قبلي هاي الفته لحالها، منظرها صراحه يعني لحالها بنعمل عليها فطور جمعه لحاله. صح. فطور يوم الجمعه والله. ولا اي شيء ثاني. وحتى سندويشات الكباب السريعه هاي الزاكيه يا جماعه والله. صح. انها زاكيه. هلا اعمليها لاولادك، شوفي هاي الفته ما احلاها. بتجنن شو ما كان اليوم بيطلع حلو غصب. قال بدكم تقولوا انه حلو.
يعني عجبكم ما عجبكم بدكم تجاملوا. يا الله حاسة عبالي عبالي من سندوتش الكباب، بقولهم لأني عم بعمل بوصفات ريحة كل شيء زاكي. أنا صلي يومين مو ماكلة، فكل شيء بلشي تتشهوني يعني. كل شيء متشهوني على كل شيء. خلاص أنا هيك خلصت، والله الحمد لله أني خلصت، وكنت قلقانة أني ما أخلص الوصفات. اسمعي شوفي ما أسكاها نوال الفيومي بتحكي لنا: مساكم ورد وفل وعسل حبيباتي، دندونة وشف ميزو العسولات والفرفوشات والنغشات. إيه ما أحلاهم. بتقول لك وصفاتك نار وشرار ميزو، بتقول لك سلامة قلبك يا شيف. الله يسلمكم حبايبي مسكاهم عن جد. عشان أنا مش تعبانة. إيه تحسنت ما شاء الله عنها. خلينا نختم. خلينا نختم عشان تياس تعبانة. الله وكيلك كل الحلقة بلشت ولا قلت لي سلامتك ولا عشان تياس تعبانة. هلا استغل الفرصة تخيلي. كمان شو هالبرنامج كله إصابات. أنا كلنا تعبانين إلا دينا بكرة بتيجي تعبانة. بكرة لا ما عنديش. إن شاء الله بكون منيحة. لا إحنا البرنامج هاي الفترة أبصر شو صيبيته عين. في إشي دانا لما تقولي لي. دانا مرتين مرضت الأسبوع الماضي. صح دانا؟ مرتين. والله والمرتين إجاها الدفاع المدني جابوا لها والله الإسعاف. لا تمزحي. والله أنا هاي تاني مرة بقولها لدينا اليوم، بقولها ما بعرف شو صاير لي، أنا هذا الشهر قضيته عن جد مريضة. ما إنه كنت احكي لك لما قلت للدكتور انا صرت واصله اعمل لي تحليل لكل شيء، بدي اشوف ليش بمرض. والله صح. العظيم والله العظيم ما مالي شيء. بس مثلا بس عندي معامل التهاب عالي مثلا امبارح، بس كل فحوصاتي كويسه كلها منيحه، بس بضل امرض. هون هذا بتعرفي انا قبل فتره بتذكري قلت لك انه ما خليت فحص ما عملته اعرف شو عم بصير معي، كل الامور تمام، بس خلص تحسي حالك انت مش مزبوطه. بتمرضي بدون سبب. فهذا اظن حاسدين انا وياكي على علاقتنا الحلوه اللي بتجنن، احلى صحبه بالعالم. نحكي تحت الهواء. طيب خلينا نصير نورجيهم احلى احلى سندويشات كباب. والله بدي اقرمشهم كمان شوي. بدهم. انا متاكدين انه شغال. انا خايف بس طول. لا مع انه هي حاميه بس انا حاسه كنت حميته. سوري يا هيثم، بس بدي اجيبهم لهون. صح شغال لو مو شغال؟ هلا هو شغال، بس انا حاسه انه عاده. هلا هو كيف بنعرف له انه شغال؟ ولا شيء. بتحسي اذا حامي او لا؟ ضاوي احمر. لا هيو هلا ضاوي احمر. هلا اشتغل شكله طفى بتعرفي، لانه كان حامي وطفى، لانه المفروض ياخذوا. هلا شوفي بلش يطلع صوت. مفروض ياخذوا اللون ويتأحمشوا بسرعه، ما بياخذوا وقت هون. ليث كيف حالك؟ زمان عنك. والله طمنا عنك يا ليث. هاتي بنشوف شويه تعليقات من المشاهدين الحلوين المتابعين اللي حضرونا اليوم. نفسي بحبه مخلل. تختي دوقي. خلصنا الحلقه. بضل الكاميرا وحايزه فيك. والله خايفه اكل. اعوذ بالله. بس الوجع والتعب الواحد بخاف يرجع. والله يعني ان شاء الله. الدكتور قال لي انه هلا هاي الفتره كلها فيروسات وكلها امراض الدنيا. وهو اختلاف، لانه احنا سبحان الله شوفي شتويه شهر 10 وشهر 9 بتروح فيها البكتيريا والفيروسات والقصص. صح. احنا عادي شتت الدنيا ما شتت الدنيا بتحسينها مش فارقه معنا. صح. بس هي علميا يعني هي سبحان الله سواء كانت اللي بتيجي باخر الشتاء او اللي بتيجي باول الشتاء هلا. هاي كثير مهمه. بلا طبعا. فهيك ديروا بالكم على حالكم اكيد بهذا الجو بالتقلب اللي عم بصير، شوي برد شوي شوب. يعني ديروا بالكم عشان هيك تبعدوا عن الامراض على قد ما بتقدروا. حبيت زينة بتقول انا زينة من دبي، سلامتك شيف امتياز ودينا انت قمر. ماسكاكم اليوم عن جد مو عادي، يعني كميه الدعم اللي وصلتنا والكلام الحلو. احنا كثير 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 بنحبكم. دائما بس حدا يحكي لي عن الجمال بقول لهم دينا يا حياتي انت. طب شو نحكي عنك انت وعن جمالك؟ دائما بس قولوا لها فلانه حلوه. خلوها عم تمدح فيها يا جماعه. انا لازم البق مع شيء، مع الثلاجه مع الغساله، المهم اني اكون ملبقه. طب بصير كونك انت بتحكي عن لون الثلاجه، هي انا خلصت وبدنا ننهي كل شيء. خلصنا هيك وصفاتنا اليوم، لازم احكي لكم عملنا وصفات كثير حلوه، ولكن كان بقولها انه انت ملبقه مع الثلاجه اللي وراك. الثلاجه اللي ورانا اكيد اكيد كلكم صرتوا تعرفوا انها ام اي سي، وهي ثلاجه اردنيه من شركه التخصيص القابض اللي عم تطلع لكم هلا على الشاشه. لهم معرض اكيد بشارع مكه، بحب انكم تروحوا تزوروه. هي عم ياخذ لكم اياها حلو من فوق. هي الفريزر في منها حجمين وفي منها لونين. طبعا حجمها كتير كبير. اسم الله طلعوا احنا شو حاطين. احنا هاي المنتجات تبعتنا طبعا صبايا هيك بيرتبوها، هيك هي هيك مرتبينها، بس احنا لازم نرتبها ارتب من هيك انا وياكم مع بعض. طب انت زي اللي بيجي عنده ضيوف فجاه. طب عن جد اتاكدي. نظره بتضحك مش مشكله. برضه هي اخذوا هدول على السريع، بس اسم الله حجمها كتير كبير. شوفي قد ايه واسعه هون. تفاصيل واشياء كتير حلوه. تحت فيه الجرار للخضره لكل التفاصيل، لان هذا الرف بيقدر يحطوا فيه الادويه وكل القصص اللي بدهم اياها، حتى مكان للبيض حاط لكم اياه. الله يبارك، يعني ان شاء الله يبارك لكم. ما شاء الله. المهم ام اي
سي هي شركة التخصيص القابضة الأردنية، يعني هاي الثلاجة أردنية الصنع من البرغي للشكل الخارجي، يعني مكفولة مدى الحياة إلا إذا كان كسر بالعمد أو تخريب بالعمد. أكيد هاي أي يعني كفالة شو مخرب يعني فيها حاطلكم مدى الحياة. ولما نحكي مدى الحياة فهن كتير وثقانين إنه هالقد الثلاجة من الخبراء طبعاً. اللي عملوها كل إشي فيها ضد إنه يخرب. جيبوها سعرها كتير ممتاز، في منها حجمين في منها لونين، وقلت لكم إنه لهم أكيد في شارع مكة لإلهم طبعا خصم تقدر تروحوا عليه. ما بنحكي عن إم إي سي بس فقط ثلاجة، بنقدر نحكي كمان إنه في مكيفات طبعاً. في مكانس وفي كمان كتير من الأجهزة الكهربائية، راح أحكي لكم عنها أكثر إن شاء الله في خلال حلقتنا 100%. ومن أهم الأشياء اللي إحنا كتير بنحبها الأشياء اللي بتوفر الكهرباء، هي من أكثر الأشياء اللي طبعاً برافو عليكي. يعني دينارين 3 دنانير ماكسيموم ممكن تطلع فاتورتكم من الثلاجة، يعني بننصحكم فيها اكيد. واحنا دائما مع المنتجات المحليه، ودائما كلنا فخر بالصناعات اللي بتصير جوا بلدنا الاردن، دائما نحب انه ندعمها وباسعار مناسبه جدا. بدي احكي لك بنهايه الحلقه، يعطيك الف عافيه شيف، شكرا لك على كل هالوصفات وسلامه قلبك. ان شاء الله الحلقه الجايه بشوفك بترجعي زي قبل هيك ان شاء الله. الخميس معي حلقه حلوه وضيفه بتجنن، فان شاء الله يا رب يا رب يكون عندي طاقه. وبدي ارجع اذكركم يوم الخميس راح اكون باربد اذا الله راد بمخابز السنبل الساعه 7. اتمنى اني اكون كثير منيحه لانه راح اربحكم ذهب ومصاري وهدايا كثير، رح نسحب على سيارة كيا ان شاء الله موديل 2024. يا عيني ان شاء الله، وان شاء الله كمان بتكوني صحتك منيحه، وكمان لكل اللي عم بتابعونا وبيحضرونا ان شاء الله دائما بتكون صحتكم منيحه ونفسيتكم كثير منيحه، وبتشوفكم المرات الجايه على خير. باي باي.